كده؟ طبعا، وهي دي عايزه كلام وربنا يديم المعروف. يا رب يا رب. بس هو الحقيقه في شروط كتير قوي يا حاج فتحي عشان المعروف ده يدوم، خصوصا ما بين الشركاء والاخوات. انت عايز تقول ايه يا حاج؟ عايز اقول يا حاج ان الشروط دي للاسف مش متوفره بيني وبينك عشان المعروف ده يدوم. اللي فيه طبع عمره ما بيتغير. بقى انا ما صدقت اللي انا فوقت ورجعت اركز تاني، جاي انت تشتتني وتدخلني في فوازيرك اللي ملهاش حلول. لا اله الا الله، ابدا والله. يا ريتها فوازير يا حاج، هيبقى لها حلول. انا مش عايز اشتتك، ده انا مستني اللحظه اللي تفوق فيها عشان اكلمك عشان تعرف تسمعني. يا نهار اسود، يبقى البورصه حصل فيها حاجه يا احمد؟ ابدا يا حاج، سبحان الله البورصه زي الفل يا اخي، اضرب في اربعه وده اللي مخوفني. اللهم صل على النبي، دي حاجه تخوف، دي حاجه تفرح. لا ما تخافش وجمد قلبك. طب يا حاج، بيقولوا ان الواحد بيتعرف من بيته اولا ثم من اصحابه. انا وانت بقى يا حاج نتعرف من شغلنا. مفيش اي هزار ممكن يحصل في الشغل يا حاج او يتقال عليه، خصوصا فيما يتعلق بالدين. الدين يا حاج الحاجه اللي احنا متعلقين فيها، وبقول لك للمره الالف، اي تشكيك في ديننا اعتبرنا انتهينا. والعياذ بالله، لا كله الا كده الا الدين يا احمد. الله اكبر الله اكبر، انا مبسوط قوي انك اتحمقت عشان دينك. ودينك بيقول لك خد بالك من بيتك. بيتي؟ وماله بيتي يا حاج؟ الفتره يا حاج اللي انت غبت فيها كانت فتره طويله قوي، ناس كتير جم سالوا عليك، واللي كانت بترد سؤالهم بدريه كانت بتسبق اي اجابه باسمك، يعني كانت بتتحامى فيه بتقف وراه، ويا ريتها صينه. تاني يا احمد تاني؟ قصدك ايه؟ قصدي يا حاج ان صورة راجل مؤمن زيك ما ينفعش تنقلها عنه واحدة ست. انا روحي بقت في مناخيري، هات من الاخر يا احمد. حاضر يا حاج، حاضر 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 يا حاج. ايه ده، ابوس ايدك. قبل ما انا اتكلم وقبل ما انت تعمل اي حاجة، انا عايزك تعرف ان انا خايف على بيننا فتحي، خايف على الاخوة قبل ما اكون خايف على شغل ولا مصلحة ولا فلوس. صدقني الصور لو نزل منها صورة واحدة بس في أي جريدة، قول علينا وعلى شغلنا وعلى اللي بينا كله. الرحمن الرحيم. صور ايه دي يا احمد؟ افتحها وانت تعرف. Thank you.
الواد الزبالة ده يشال مرافعة ويترمي برا الشركة دلوقتي حالا. حاضر حاضر يا حاج، والله هنعمل كده، بس ايه ده هو ما يعرفش ان احنا عارفين حاجة. وهو لو عارف ما هو هيقول لابوه، والمحبة دي كلها تتقلب لعداوة يا حاج، وده مش مصلحتنا خالص. مصلحتنا مش مصلحتنا انا ما تفرقش معايا، المهم مرتاح. الواد ده لو ما مشيتش من هنا النهاردة يا احمد هرتكب جناية، وبقول لك على حاجة همسحكوا في مصر كلها. خلاص يا حاج خلاص، والله العظيم هنعمل اللي انت عايزه، بس يعني مش بالظبط قوي. يعني ايه مش بالظبط قوي؟ عايز افهم. يعني هنمشيه، بس مش هنمشيه من الشركه كلها، هنمشيه من هنا. هنمشيه ازاي يعني؟ هنقول له ايه يا سيدي؟ هنوديه كيلو 26، هنقول له احنا محتاجينه هناك اكتر من هنا، هنجيب خالد ابن اخوك يقعد معانا وعايزينه في وسطينا. ايه؟ ماشي ماشي، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم ما اشوفش خليته تاني في الشركه. حاضر يا حاج ماشي. طيب اهدى بقى الله يبارك لك، عشان في ناس مهمه جايه، وده ميعاد مهم لمستقبلنا كله. ميعاد ايه يا احمد دلوقتي؟ شايفني فاضل مواعيد ولا فايل مواعيد؟ لا ده ميعاد مهم قوي، ده محافظ القاهره ومحافظ الجيزه ورئيس هيئه النقل العام، والنبي لما يبقى رئيس الجمهوريه مش هقابل حد. ما ينفعش يا حاج، لا اله الا الله، الناس عارفه انك موجود، وبعدين انت رئيس مجلس الاداره ما ينفعش تعتذر. ايه يا حاج الكلام ده؟ احنا ما صدقنا يا اخي. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ده الدكتور كاتبهولي، واخده عشان اهدى لساعه اللزوم. ايه بقى لزومه دلوقتي ان شاء الله؟ انت يا ابني مش بتقول لي في ميعاد مهم؟ مهم جدا. طب خلاص هاتولي الورق والملف. اهو الملف قدامك على المكتب. طب خلاص سيبهولي، روح خلص الموضوع الواد ده. حاضر يا حاج انا هخلصه. خلاص روح من قدامي دلوقتي. اهو حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. لا اله الا الله. اه يا ابن الكلب. لا سعادتك يا سيادة المحافظ، لا كده احنا نبقى وفرنا تقريبا 12,000 فرصة عمل بتأميناتهم بكل حاجة. ما قلناش حاجة يا حاج، بس انت برضو هتزود القاهرة والجيزة 2000 اتوبيس بحالهم، يعني معنى كده ان انت هتزود التكدس وهتزود الزحمة كمان. يا سبحان الله. طب ليه يا باشا ما تقولش اللي احنا هنحل أزمة المواصلات والزحمة الشديدة الموجودة في الأتوبيسات؟ ده غير اللي احنا هنشغل سوق قطع الغيار والورش ومراكز الصيانة، يعني رزق كتير للناس وللبلد لمواخذ. وبعدين يا فندم احنا مش هنجيب الأتوبيسات دي كلها دفعة واحدة، احنا هنجيبهم على دفعات، يعني مش هنرميهم في وسط الزحمة كده مرة واحدة. واحنا مش هنسيب الزحمة تاكلنا ونقف نتفرج، لا ده في طرق جديدة هنعملها في إطار خطة كبيرة عشان نتوسع ونفك عقدة الزحمة دي، وبالتالي هنحتاج لعدد اكبر بالاتوبيسات. وبعد اذن معاليك سياده المحافظ، انا يهمني جدا ان انا اطمن على تعريفه الركوب. يا فندم بالنسبه للتعريف احنا موافقين على التعريفه اللي حضراتكم هتحددوها، احنا بس يعني بقترح بعد اذنكم اننا نزود التعريفه بتاعه الاتوبيسات بتاعتنا شويه لو ممكن. ليه يعني؟ هو اتوبيسات هيئه النقل العام عندنا بقت كخه ولا ايه؟ لا سمح الله، ما حدش يقدر يقول كده يا باشا، ده هيئه النقل العام ورئيس هيئه النقل العام اللي هو سيادتك على دماغنا من فوق. بس ما تاخذنيش يعني، احنا هنجيب اتوبيسات جديده عزير ومكيفه، يعني هنقدم خدمه ممتازه، يعني مفيش مانع برضو للتعريفه بتاعتنا تبقى زياده شويه. وبعدين يا فندم حتى التعريفه دي حضرتك اللي هتحددها، واحنا ان شاء الله موافقين عليها. اوكي، بس بشرط ان السواقين يكونوا عندي من الهيئه، وده طبعا بعد الساده المحافظين لما يدرسوا المشروع يوافقوا عليه. انا بالنسبه لي موافق وبشده جدا على المشروع ده، وشايف انه هيبقى اضافه فرصه كبيره للدوله، ده مصلحة الجمارك هتحصل من وراه مش أقل من 40 مليون جنيه، وهكله هيصب في خزينة الدولة. أيوة كده سمعنا صوتك يا باشا، بالظبط كده، وإحنا ناويين إن شاء الله طبعا نتوسع في المشروع ده يا رب من اسكندرية لأسوان. أنا بقى بالنسبة لي محتاج أدرس الموضوع علشان خاطر لا أظلمكم ولا أظلم المحافظة. يا جماعة أنتوا عارفين محافظة القاهرة حساسة شوية، وأي حاجة فيها ممكن تأثر عليها وتتقلب الدنيا فيها. أو تعدلها معاليك. معليك بس يا باشا اديهم موافقة مبدئية، وهيحصل قطع الاجتماع بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام وشركة الريان، عشان نشوف ايه المقترحات عشان نقدر نحدد من خلالها اماكن المحطات ونعمل محطات جديدة. ليه؟ ما عندنا المحطات بتاعت هيئة النقل العام ممكن نستخدمها. هنستعمل محطات النقل العام، بس كمان بعد اذن حضراتكم هننشئ محطات جديدة علشان الخطوط بتاعت الاتوبيسات بتاعتنا الجديدة، يعني يبقى من ده وده. على العموم كل الحاجات دي هندرسها وهناخد قرار نهائي بشأنها. واحنا من ناحيتنا يا فندم ان شاء الله جاهزين، شركه مرسيدس والسفير الالماني عندهم استعداد يمضوا العقد في اي وقت. طب واحنا مش هنطلع المانيا عشان نعاين الاتوبيسات اللي هتمشي في شوارعنا، ولا راي سعادتك ايه يا سياده المحافظ؟ امال ايه يا ابو ذكري بيه؟ ده انت هتروح المانيا، ولو عاوز تروح الهند كمان هتروح. نكت برضه، نقرا الفاتحه بسم الله. على ايه يا حاج احمد؟ على كل خير يا باشا، ان ربنا يوفقنا، دي الفاتحه حلوه.
الفتح. اتفضل يا حاج عبد الوهاب، تعالى ما تتكسفش يا راجل، تعالى اتفضل. يا اهلا وسهلا. يتكسف من ايه؟ منك انت يا حاج. يتكسف مني انا ليه؟ اصله الحاج عبد الوهاب كان عنده مشكله تعباه جدا، كان عاوز يكلم الحاج فتحي فيها فمحرج، قلت له لا يا راجل تعالى، سحبته من ايده ودخلت عليه.